الاستوديو هشام فاروق رئيس التنفيذي لدى جراند ثورنتون. اهلا وسهلا فيك هشام. اهلا وسهلا، كيفك؟ شكرا جزيلا عودتك معنا هنا في البرنامج. دعني ابدا بالسؤال، هذه المعايير التي اطلقتها هيئه الاوراق الماليه والسلع يبدا تطبيقها باليومين الجايين، يعني من الغد ان شاء الله. من الغد هي سنويه عامه، لكن اول سنه يجب ان تصدر الشركات تقاريرها 6 أشهر بعد صدور هذه التوجيهات. مظبوط هم يعني كل الشركات المساهمه لازم بيقدموا التقارير هذه على اخر مارس باخر 3 أشهر، ولكن عشان هذه اول سنه فالهيئه اعطتهم 6 أشهر للتطبيق، بس من السنه الجايه هتكون بمارس ان شاء الله. وهذا التزام، يعني لازم يكون في التزام من كل الشركات، كل الشركات ملزمه بالتصريح. مظبوط، من كل الشركات المساهمه. انت لو بصيتي في الوقت الحالي الشركات المساهمه في 6% بس بسنه 2020 كانوا بيساووا هذا التقارير. فطبعا دلوقتي التطبيق ده يعني مرحله هائله جدا للدوله، وطبعا هذه برضه تتماشى مع الامم المتحده والاتجاهات الامم المتحده العالميه للتطبيقات هذه. بالفعل، هل لدى هذه الشركة، هل هناك موديل او هل هناك تمبليت على هذه الشركات ان تتبعها، ام هل تقوم كل شركة بالإعلان والإفصاح على طريقتها؟ لا بالفعل الهيئة طلعت تمبليت اللي هم يقدروا يتماشوا عليها. هو طبعا بيبصوا على 3 أشياء أساسية، بيبصوا طبعا على الإمباكت على البيئة، وده طبعا بيكون مثلا استهلاك الكهرباء، استهلاك المي، الكربون فوتبرنت، كل هالأشياء، وكيف الشركات بتحول نفسها إلى مور انفايرمنتال فريندلي، وفي نفس الوقت من الناحية الاجتماعية، وبتبص طبعا هل الشركات دي بتفكر من الناحيه الاجتماعيه، هل بتاسس اشياء بتحسن المجتمع اللي حواليها، هل مصانع مثلا تفتح مناطق ناميه مثلا وهالاشياء، وفي نفس الوقت هل بتمرن الموظفين بتاعها بطريقه بحيث اللي هي تحسن المجتمع بطريقه احسن. والجزء الثالث بالنسبه لحوكمه الشركه، فبالفعل في هالحاجات دي، والامم المتحده محدده 17 ديفلوبمنت جول اللي هم لازم كل شركه تكون تحددها وتقول كيف هي بتتحسن في هالموضوع، بحيث اللي نشوف اللي تحسن دائم للشركات والامباكت بتاعهم على المجتمع. طب هذا عبء اضافي على كاهل الشركات المدرجه، هل كل الشركات من كل قطاعات ملزمه؟ قلنا نعم. فبالتالي شو هي الادوات المتاحه لهذه الشركات كي تستعين بها من اجل الافصاح؟ ما هي انت لو بصيتي حضرتك يعني كل مثلا البورصات الاخرى والشركات المساهمه العالميه اليوم، كان زمان التقييم بتاع الشركه بيكون مثلا من الارباح من هالاشياء، اليوم التقييم بيكون لا، الامباكت بتاع الشركه دي على المجتمع كيف. فالاستثمار المستثمرين دلوقتي بيبصوا على الاتجاه ده، الصناديق الدوليه بتبصوا على الامباكت هذا، وبيقولوا اصلا ان الموضوع ده بيأثر على الارباح بطريقه ايجابيه. فبالنسبه للشركات المساهمه ممكن يكون مثلا هذا زياده مثلا في الاحتياجات، ولكن هذا في مش بس بيساعد طبعا المجتمع والبيئه، ولكن حتى الشركه نفسها تقييم الشركه بيكون يتحسن وقتا مع وقت. وطبعا شركات مثل شركاتنا بنساعد الشركات دي بالريبورتات هذه. طب هشام، يعني ما في رابط اكيد او ما في رابط وثيق ما بين اذا الشركه التزمت فعلا بمعايير الحوكمه، معايير البيئه وما الى ذلك، انه بشكل مباشر هذا الشيء راح ياثر على نتائجها. مع الوقت طبعا هذا الشيء عم يبين مع الوقت الالتزام بالاي اس جي عم بيخلي ان الشركه تستطيع ان تستقطب رؤوس اموال اجنبيه من الخارج. لكن بشكل مباشر كيف تقدر الشركه تعرف انه هالخطوات اللي عم بتقوم فيها، وكيف بيقدر يعرف المستثمر انه الخطوات اللي عم تعلن عنها الشركه فعلا تتجه لتحسين وضعها؟ هو دلوقتي حياتك انت لو بصيتي، وخصوصا بعد مثلا اللي حصل بكورونا والتغيير اللي في العالم كله، الكونسيومر دلوقتي عقليته اختلفت، ما بس بيشتري مثلا يعني الاشياء، يعني كل البيانات موجوده دلوقتي، فالكونسيومر عايز يشتري من شركات فعلا مهتمه بالبيئه، عشان جزء كتير من اللي حصل مننا ده كان التاثير على البيئه، فعايزين يشوفوا ايه اللي بيأثر على البيئه، ايه اللي بيأثر على المجتمع، هل الحوكمه فعلا موجود، هل البورد تقسيمه مثلا متقسم، عنده مثلا رجاله ونسوان وكل هالاشياء في البورد، فالموضوع ده مهم كتير. فبتلاقي اللي مثلا مش بس حتى المستثمر، بس المشتري من الشركات هذه بيبص على الموضوع ده، فالنتائج بتحسن بطبيعتها وقتا بعد وقت. صحيح. بالنسبه للموضوع ده. والناحيه الثانيه اللي احنا بيكون في شركات مثلا اندبندنت زي مثلا شركات جراند ثورنتون ومختلفه، احنا اللي بنعمل الريبورتات هذه، فالاسواق بتكون عارفه اللي فعلا الارقام دي فعلا سليمه. حلو كثير، انا كثير مبسوطه انك انت جيت وانت بتعمل هالريبورتس هاي، لانه بدي اسالك. تفضل. يعني في معايير للشركات لتصدر تقاريرها، لكن ما في معايير للمستثمرين يتبعوها بشكل انه هذا بيصلح هذا ما بيصلح.
كل مستثمر، كل صندوق استثماري عم بحط معايير، لانه ما في معايير للاي اس جي عالميه بتلتزم فيها كل ال... مظبوط. ولكن هي النقطه اللي علشان عندك 17 معيار جاي من الامم المتحده، فبيشوفوا كل شركه بتطبق كام واحد منهم. طيب. وجزء من التقرير كمان بيقول مثلا، يعني مثلا بالنسبه لاستهلاك المي، بنقول مثلا احنا في 2019 استهلكنا مثلا بالحجم ده، 2020 قللنا الاستهلاك عشان غيرنا مثلا المكن اللي عندنا وحسنا المكن، فهذه مثلا الرقم هذا اثر على التكاليف. ولكن في نفس الوقت كمستثمر بيقول اه في اللونج تيرم هذا الشركه دي فعلا بتفكر بالفكر. فهي النقطه كلها مش بس الارقام واحد واثنين وثلاثه، لا الاداره بتفكر ازاي، المجلس الاداره كمان فكره ايه في المستقبلي للشركه، وجزء الشركه ده من المجتمع كيف تركيبه بيكون عامل ازاي. هل ينطبق هذا ايضا على شركات القابضه على سبيل المثال، او الفاميلي اوفيسز لو بدنا نقول، لانه هذه عامه تكون ينضوي تحتها عدد كبير من الشركات في عدد كبير من القطاعات، وبالتالي شو اللي مطلوب كالتزام بالاي اس جي من هذه الامبريلا كومبانيز؟ في الوقت الحالي هي طبعا الالتزام القانوني بيكون للشركات المساهمه، ولكن انا على ما اعتقد ان اي شركه مثلا فورورد ثينكينج من الشركات العائليه لازم يبتدوا يفكروا بهالعناصر وهالعملاء. عشان بس يعني انت مثلا، انت هنا مثلا بالامارات من العناصر الاساسيه بالنسبه لنا الهيومن كابيتال، ازاي بنستعين باحسن العناصر البشريه. فبالفعل لما عندنا هالمواضيع الشركات العائليه بيكونوا يقدروا تو اتين هذا احسن ناس يشتغلوا معها كمان. هل في اي جزاء من قبل هيئه الاوراق الماليه والسلع على الشركات الاماراتيه؟ رجعنا للشركات التي لا تلتزم، حنشوف السنه الجايه ان شاء الله. بس ما في شيء معلن. بس لسه ما في شيء معلن. طيب هشام فاروق، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا جزيلا. شكرا.